المتأخرون في الخط الزمني. في أشخاص هم متأخرين، آخر من يوصل، آخر من يعلم، آخر من يعلم، آخر من يوصل، وآخر من يسوي الشيء وما يطيح في الهبة إلا بعد ما يخلصون الناس الهبة. شفت هذا؟ هذول هم المتأخرين، هذا هم المتأخرون في الخط الزمني. خطهم الزمني بطيء وهم متأخرين متأخرين، يعني تحسهم مرات كأنهم يمشون معاهم غبار كذا مغبرين، يهون الغبار مرات أشياء تحس إنهم أو واو لها 20 سنة المفروض إنها تتطلق أو تتخذ قرار طلاق، ولا اتخذت هذا القرار، ما اتخذت هذا القرار ولا تراجعت عن هذا القرار، برضو كله مقبول، ما اتخذت هذا القرار ولا تراجعت عن هذا القرار. 20 سنة تفكر، 20 سنة تفكر في واحد ما يستاهل حتى يعني القصة، تقول ليش متأخرة كذا؟ هم مش قصتهم هذولا. على فكرة هذولا المتأخرون مرات بعضهم عندهم يعني إحساس، عندهم ضمير حي، عندهم قلب يعني صاحي، فتلقاهم يعني يقولون أوه واو أنا فاتني كذا وتأخرت عن كذا وما المفروض أني كذا، يعني عندهم يعني كذا، يعني عندهم إحساس، عندهم شعور، يحسون يفهمون أنهم هم متأخرين، فهم شوي عندهم ألم، ولا المفروض اني اسر، المفروض اني اختار بسرعه، المفروض اني اقلب الصفحه بسرعه، المفروض اني احل الموضوع، ما له داعي الموضوع على الطاوله. يعني شخص خائف من يوم عرف نفسه خائف، من يوم عرف نفسه خائف الموضوع على الطاوله. ليش متاخر ما حليت الموضوع؟ ما تدري، بس يعني وشها ليش متاخر؟ ليش متاخر ما حليت الموضوع؟ ليش متاخر ما حليت الموضوع؟ من يوم عرفت نفسك وانت خايف والموضوع على الطاولة، ليش متأخر؟ ففي ناس اصلا هم يعني عندهم دم، عندهم احساس، يعني يقولك اني قاعدة ادور طرق وقاعدة ادور يعني شيء طريقة عشان اتحرر من هذا الخوف، واني ترى مجتهد والله ودي اخلص الموضوع. عنده يعني في شعور. وفي شخص ثاني اصلا هو عديم، هو اصلا مو داري اصلا انه متاخر لهالدرجه، يعني هو متاخر جدا لدرجه انه هو مو داري انه متاخر، متاخر جدا 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 لدرجه انه هو مو عارف. هذا اذا قابلته تحس انك انت مقابل واحد من التاريخ، واحد كذا يمكن من العصر العباسي ولا العصر العثماني، تحس انك مقابل شخص يعني انت وين متأخر جدا جدا جدا. هو مو حاس، هو ولا على باله يحس انه وفاهم وعارف وماشي صح، ولا على باله اطلاقا، مو حاس انه هو يعني فات الزمن، هو مو بس متأخر، هو الزمن كله فات، ولا هو اصلا عارف، ولا هو منتبه، ولا يلتقط اي رسالة تقول له اي شيء. في كذا، في متأخرون هم كذا من لسعين، وفي متأخرون هم ما يدرون أصلاً أنهم متأخرين. وفي النوع الثالث اللي هم متأخرين بس أنهم يعني احترقوا شوي واحتروا كذا وحسوا أن الموضوع مربك بالنسبة لهم، بعدين قالوا خلاص يا بنت الحلال ريلاكس اتس اوكي، ما في مشكلة، أنه يعني خلاص شو نسوي، أشكوى لله، هذا هو الواقع، يعني لا 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 ترتبك، لا تضيق صدرك، لا يعني لا تاخذ الامور بطريقه يعني مزعجه، هذا هو الواقع، وش نسوي؟ ففي اشخاص هم عارفين انهم متاخرين وهم كانوا شويه عندهم شويه الم، بعدين تقبلوا، بعدين قرروا انه تدري خلنا نتقبل الواقع، خلنا نقبل الغلط اللي احنا فيه والمصيبه اللي احنا فيه، لأنه ما يبغى يتألم وما يبغى يتغير، كل الثنتين ما يبغى يتألم وما يبغى يتغير، فقال خلاص قبول. وهذول الناس اللي يختارون القبول كأول حل لمشاكلهم، أول مشكلتك قبول. طب يا عمي، طب في أدوات، في طرق التغيير، المشكلة تبغاك عشان تلف يمين، عشان تلف يسار، عشان تتحسن، عشان تتغير، عشان تبني نفسك، عشان ترجع تعيد ترتيب أوراقك. لا، يكون أول خيار بالنسبة لهم هذول الناس لما تجيهم مشكلة، تجيهم مصيبة، تجيهم قصة، يقولك قبول. ده ما هو أول شيء قبول، ما هو أول خيار قبول،
ما هو أول خيار قبول. أنت لازم تفتش كل أغراضك، لازم تشوف الطاولة اللي عندك والشنطة اللي عندك، وتلف كل الصناديق اللي عندك، تتأكد أنك أنت ما عندك أداة ولا عندك شيء ولا تملك بعدين تقول قبول بعدين. بس هذولا بحسوا الموضوع سالفة، لازم أتحرك، لازم أتخذ قرار وأسرع، لازم أغير من نفسي، لازم خلص قبول. قبول أنه أنا مغبر وبطيء ومتأخر، قبول قبول. فهذولا هم طرقهم، أنهم هم يتأخرون، كيف هم شعورهم بهذا التأخير. خلني أبغى أقول لك سبب من أسباب التأخير، ليش هم متأخرين. أحد أسباب التأخر أنهم هم عالقين بشخص. ليش متأخرين؟ عالقين بشخص، عالقين في أحد، عالقين بشخص. تخيل أنه هو متأخر لأنه هو عالق في أحد، عالق في أحد، فبالتالي هو داخل في طاقة أحد، في أفكار أحد، في مشاعر أحد، وهذا الأحد هو يعني مغبر، فهم عالقين مع هذا الشخص، بالتالي هذا خلاهم متأخرين. هذا خلاهم متأخرين. مرات بعض الأشخاص هم عالقين في مكان، هم عالقين في مكان والمكان مغبر، المكان متأخر، فهم عالقين. لا يقولك لا أنا هذا المكان لازم، لازم أكون متواجد في هذا المكان، لازم هذا المكان مهم، لازم هذا المكان كذا، فهم عالقين في هذا المكان. تعرف إنه في أماكن سريعة وفي أماكن بطيئة، تكلمت عن هذا الموضوع في الخط الزمني، هو كذا يعني انت لازم تتحرك، لازم بسرعة تسرع شوية، ما يحتمل اصلا كل اللي حولك، كل الاصدقاء، كل الناس، كل السيستم، ما في، لازم تتحرك. وفي مكان على اقل من مهلهم، على اقل 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 من مهلهم، صح؟ يعني في بعض الدول يعني لما تروح لها تقول بنجز لي شيء، بخلص لي شيء، بخلص ورقة مثلا، ويعني تحس انك انت ايش الورقة هذه ما راح تخلص لي بعد سنة. تروح الشخص يقولك اهلا كيف حالكم، تعال خلنا نشرب شاي، وتروح وتدور الشاي، وبعدين يقعدون يطبخون الشاي، تحس يعني بينما دولة ثانية انت يعني تضغط زر أونلاين كذا طق 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 والورقة خلصت. فرق صح؟ فرق 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 يعني. وحتى في تعاملات الناس تنطبع، تنطبع تعاملات، يقول إيه خلاص نروح نجي نشوف إن شاء الله هالشيء، متى يشوف، متى يردون لك، ومتى يتفاعلون معك، ومتى يعطونك وجه، ومتى يتحقق الشيء، ومتى يتجلى الشيء. انتظر. ففيها بعض الأماكن هي بطبيعتها كذا يعني، والبيئة والناس والكارما حقتهم بطئين 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 بطئين. يمكن حتى في نكت مرات على بعض الأماكن اللي بطيئة. وفيها يعني بعض الأماكن سريعة سريعة، وتحس انك انت اذا ما تحركت يعني تقدر تعرف انك انت بطيء، تقدر تكتشف انك انت بطيء.